آسفة بلوبين، ظننت أنك الرجل الراكون. الكل يظن هذا. دوغن. آه، كم هي ظريفة. كأبيها تماماً، إنها تشبهني. انبحي مرتين للمساعدة. أعطي بيلي ونورا تعليمات العناية بها وطعام الكلاب المفضل عندها. علي العودة إلى بلوبكو. اقترب علمائي من إتقان السفر عن طريق الرسائل النصية. لسوء الحظ ذلك يدغدغ قليلا. مرحبا. كما أنت ظريفة. كيف سار الأمر مع معلمتكما؟ سيئة. فكرتك في الاعتذار كانت سيئة. نعم، اعتقدت أن الحلوى رشوة لها. ستتصل بأمي اليوم. هذه نتيجة الأخذ بنصيحة الأم الصغيرة. من هي الأم الصغيرة؟ أنا الأم الصغيرة؟ نعم، ننعتك بهذه الصفة عند غيابك أو عندما نكتب رسائل سرية. هذا صحيح. يا أولاد، سنأخذ كلوي إلى صالة جمباز لأنها تريد أن تذهب. هل رأى أحدكم حاسوبي؟ فتشت عنه كثيراً. أنا لا. أيضاً لا. اسألي بيلي. لم يره أيضاً. سأجده في مكان ما. استمتعوا مع دوغين. إلى اللقاء. إنها المعلمة. سأجيب. الاتصال لي. أنتظر اتصالاً حول علاج الفطور. علاج الفطور لماكس. شكراً. ماذا سنفعل؟ إذا لم نجب ستتصل بأمي. مرحباً. لحظة، إنها في البيت. بماذا تفكر الأم الصغيرة؟ الأم الصغيرة قد اختفت. منذ الآن أنا في بالمسلية وهي تقول دعوا التسلية تبدأ. مرحباً، أنا السيدة بارب تتحدث. هل تقلدين أمي؟ أغمضوا عيونكم وكأنها هنا. نعم، أعرف ذلك. بالتأكيد أريد استعادة حاسوبي من فضلك. لا، ليس هناك إزعاج. لا، لا عليك. حسناً، حسناً. نبأ سار. استعادت فيبي الحاسوب الآن. وستأتي لتقابل أمي. هل قلت إن معلمتنا قادمة؟ قلت أيضاً إنني استعدت الحاسوب. هيا. أنت أيضاً. لم تؤدي كلوي أي حركة في الحصة. ربما علينا أن ننضم إليها ونجعلها تشعر بالارتياح. أجل، لدقيقتين، من أجل كلوي. طبعاً. نعم. من أجلها. كلوي، لماذا لا تقفزين كما تفعلين في البيت؟ لا أريد هذا. هيا، سيكون ذلك مسلياً. شاهدي. فريق تندلمان. كان ذلك مذهلاً. طبعاً. أيمكنكما أداء المزيد من الحركات ليتحمس الأولاد؟ آسفة أيها المدرب، فنحن لا نرتدي الملابس المناسبة. أصبحنا نرتديها. كيف تستطيع اللعب مع دوغين في وقت كهذا؟ هذه آخر كلبة نراها على الإطلاق. عندما تنتهي فترة عقابنا، القطط ستربح الحرب. لن يتعرض أحد للعقاب. سنستعمل جهاز التحويل على دوغين وسنجعلها أمنا. هذا رائع. ألا تريدون أباً؟ هناك في الحديقة كلب آخر. كف عن هذا الحديث ولنحول دوغين إلى أمنا. ليس في التعليمات ما يمنعنا. حسناً. أشعر أنني طويلة. كيف ذلك؟ تفوح رائحة اللحم. هل هناك لحم؟